السلام عليكم، اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج جواهر من الطب الاصيل. بذكركم ان البرنامج دوت هدفه المساهمة الى حد ما على قد ما نقدر في محاربة الفقر والجهل والمرض. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن رأي الطب الاصيل في علاج حساسية الصدر، رأي الطب الأصيل في علاج حساسية العين، وفي علاج الشعر الأبيض. وهنتكلم باستفاضة عن مشروب غزال، لأن في ناس كتير استفسرت عن مشروب غزال وماهيته. إن شاء الله هنبتدي بموضوع الدم الفاسد اللي بيخرج مع الحجامة. لما بنسأل أي حجام بيعمل لنا حجامة بنقول له إيه الدم اللي خارج ده؟ يقول لك دم فاسد. طيب الدم الفاسد دوت بيجي منين؟ أنا عايز دمي يبقى نظيف، ما فيهوش الدم الفاسد ده. هو بيجي منين وأعمل إيه عشان ما يبقاش عندي دم فاسد؟ يا جماعة، إحنا لما بناكل والأكل ده بيتم هضمه في المعدة، وبعد كده يتم امتصاصه، وبعد كده يروح للكبد يتعمل له تمثيل غذائي، وبعد كده يخش في الدم. الدم بيشيل الاكل المهضوم ده ويلف بيه على اعضاء الجسم عضو عضو، كل عضو ياخد نصيبه. لو انا ما اديتش فرصه لان الاكل اللي الدم شايله ده يستنفذ ورحت واكل تاني وتم هضم الاكل وبعد كده مشي الاكل في الدم، الدم هيبقى شايل نوعين من الاكل، اكل طازه من الاكله اللي لسه واكلها، واكل بايت من الاكله اللي فاتت. دائما وابدا خلايا الجسم ستفضل الاكل الطازج دائما. طيب والاكل اللي بايت دوت بعد كده لما يزيد قوي بيبتدي يتركن في الاماكن التي اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بعمل حجامه فيها، ويبتدي يتخزن فيها. تمام. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وعارف احنا هنعمل ايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبي بني ادم بضع لقيمات تكن صلبه، واوصانا باننا ناكل قليل جدا. احنا طبعا ما بنسمعش الكلام. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصوم، والنبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بالايام الصوم اللي هي السنه. عملية الصوم ديت بتعمل ايه في الجسم؟ طبعا انا قاعد طول النهار من غير اكل، معلش اجل الحاج محمد دلوقتي دقيقة واحدة. عملية الصوم طول النهار ديت الخلايا بتبقى جعانة عايزة تاكل، انا ما اكلتش فبتطلب عايزين ناكل، يبتدي المخ يصدر اوامره بان هو يطلع من المخزون، من مخزون الاكل المتخزن بقى في الاماكن اللي النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بعمل حجامه فيها، لان مفيش غيره، فبيبتدي يستنفذ هذا الاكل. ولذلك بيخرج المسلمين من شهر رمضان وشهم الله اكبر منور ودمهم نظيف، لان كل الاكل اللي هو متركن ده تم استنفاذه بالكامل واصبح دمهم نظيف، فبينعكس على الوش. غير المسلمين بقى اللي هم ما بيصوموش بيتراكم الفضلات ديت وبتعمل دوالي بقى في الرجل، وده لما بتزيد عن حدها. الحاج محمد لسه معانا؟ الو، الو، هنتكلم بعد كده. نعم، الو، ايوه تليفون الحاج محمد، اتفضل يا فندم. الحاج محمد. الو يا حاج محمد، هنتكلم عن حساسيه العين. في ناس كتير بتعاني من حساسيه العين وبيجربوا حاجات كتير وما بيجيبش نتيجه. راي الطب الاصيل في علاج حساسيه العين هو التنقيط في العين بلبن، واحدة تكون بترضع ويكون أول ولادة ليها.
الله اكبر، في خلال يومين او ثلاثه حسيت العين دي بالكامل بتنتهي. في حاجة تانية برضو ناس كتير اشتكت منها، اللي هي حساسية الصدر والربو وكحة فظيعة على طول، وأي مثيرات للحساسية وتعمل كحة. علاج الحساسية ديت يا جماعة، رأي الطب الأصيل بيقول إن أنت بتجيب قرنفل والبان ذكر وجنزبيل، تغليهم مع بعض في كوباية مية، يعني بتجيب معلقة ومعلقة ومعلقة. الحاج محمد، اتصال الحاج محمد. اهلا وسهلا يا ايوه فندم. الو، الو، اهلا استاذ مرعي، الحاج محمد مرعي معاك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ مرعي. امر يا فندم. بصك انا عندي امساك امساك. شكرا حاج محمد. اللي احنا قلنا قبل كده واتكلمنا على ان الامساك ده من اخطر الحاجات اللي لازم الواحد يتخلص منها بشتى الوسائل، لانها بتبقى مقدمه لمشاكل كتير جدا. وعلاجه احنا قلنا الخيار شمبر، ده امثل علاج ليه، الخيار وامن، يعني احنا بنديل الحوامل كمان. الخيار شمبر مع التمر هندي بنسبه 6 إلى 1، ويتم نقعهم في الماء الساخن لمده 24 ساعه، ويتم شربه بواقع كوباية واحدة بعد تحليتها بالسكر. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بينهي الموضوع من أفضل من أي حاجة تانية بدون إسهال، يعني سبحان الله بيعمل إمساك ومنظف الأمعاء كلها بدون إسهال. نرجع تاني لحساسية الصدر، الموضوع مهم جدا. حساسية الصدر، الكحة المستمرة، لأي مثيرات حساسية، تلاقي الواحد عمال يكح يكح وبيستخدم بخاخات وبيستخدم، ومرض مزمن تقريبا. علاجه إن احنا بنجيب قرنفل، نص معلقة صغيرة قرنفل، معلقتين كبار من لبان الذكر، ومعلقة جنزبيل، بيتغيروا مع بعض كويس قوي، وبعد كده بنحليهم بعسل نحل بعد تصفيتهم، ونشرب يعني نص كوباية كده الصبح وبالليل، إن شاء الله على يومين تلاتة موضوع الحساسية ده بينتهي تماما، والصدر كده. وادعولي. في ناس اشتكت من، ألو، اتصال. أستاذة سمر، ألو. ألو. أيوة فندم، أهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه يا فندم. ده انا حضرتك، انا عندي اخ كان عنده طلبه في الكح، وكنا بنعمله احيانا، بس هو بنعمله من غير ما يموت. عنده كام سنه؟ عنده 12 سنه. ماشي، شكرا. احنا اتكلمنا على كهربه المخ يا جماعه، وقلنا ان الصلاه على الارض مباشره بميه الوضوء، والواحد لسه مبلول بالميه كده ويصلي، باذن الله في اقل من شهر كل كهربه المخ الزياده ديت ما بتبقاش موجوده، وبسم الله ما شاء الله الوصفه دي محققه نتائج جميله جدا جدا جدا، وجربت الاف المرات جوه مصر وبره مصر. ده راي الطب الاصيل في الموضوع ده. بالنسبة للشعر الأبيض، الشعر الأبيض فيه وصفة خفيفة وبسيطة وجميلة جدا. بنجيب 3 معالق كبار شاي، بنغلي الشاي على كوباية مية، لما كوباية المية دي تقل للنص، وبعد كده بناخد المية ديت نضيف عليها خل تفاح، معلقة واحدة خل تفاح، وبندهن بيها مرة التانية التالتة، بتلاقي ان الشعر خد لون كده الابيض طفى يعني. بالنسبه لدوالي القدم، الاستاذه ربيعه من السودان طلبت ان احنا نتكلم على دوالي القدم. بالنسبه لدوالي القدم يا جماعه، عاده ما بيكون السبب الرئيسي اكل مش مهضوم كويس،
وأكل على أكل. يعني حتة إن أنا آكل على أكل على أكل على أكل على أكل ديت من ضمن مسببات الدوالي. وفي أكلات بعينها هي اللي بتزود الدوالي، زي الكبدة زي الكرشة، دي من الحاجات اللي هي اللي بتزود الدوالي. العلاج تناول الرهسين مع الزنجبيل مع الكركديه. بنشرب مشروب يومين في اليوم، مرتين في اليوم، وبندعك بخل التفاح 5 6 مرات في اليوم. ان شاء الله في خلال شهرين الدوالي دي بتروح. يا اما لو الناس هنا في مصر، احنا بنعمل رحلات كل اسبوع اماكن معينه في سينا، بندفن في ميه كبريتيه مهما كانت الدوالي وحجمها وبشاعتها، بتنتهي في نفس اليوم. مجرد ان احنا ما بندفن الناس في الرمله الكبريتيه ديت بيجوا من غيرها، المريض بيجي من غيرها. احنا بناخد اتوبيس 45 راكب بنروح في مكان في سينا، جميعهم يرجعون بدون دوالي. ايوه يا فندم، اتصال. اهلا وسهلا، اتفضل. سامحك يا دكتور، انا دايما بحس انضرابات كده في المعده وانتفاخات. لما اول ما تاكلي على طول، الدكتور كده قال لي قرح وكده يعني، بس مش عارفه اعشابي اللي تمشي معاه ولا انت كده يعني. فيها في حاجه يعني. فيها بتعملي براز اسود يا حاجه؟ بتعملي براز اسود؟ لا عادي يعني، لا ماشيه الطبيعه حلوه الحمد لله. ما استفرغتيش دم؟ لا لا ما حصلش يعني. طب بتحسي بمرارة في بقك الصبح؟ ايه؟ بتحسي بمرارة في بقك الصبح؟ لا يعني لا. الطبيب شخص ان دي قرحة؟ قال لي قرحة في المعدة وانتهابات. تمام. كانت جرثومة المعدة جرثومة يعني، كانت عندي هي اللي عاملة المشاكل دي كلها، كان قال لي الدكتور. ألف ألف سلامة على حضرتك. الله رأي الطب الأصيل في علاج قرح المعدة بيتلخص في تناول النبق بمعدل حوالي 100 جرام يوميا، استحلاب الصمغ العربي، والنبق والصمغ العربي دول بيعملوا طبقة على منطقة الالتهاب عشان يدوا فرصة للخلايا بتاعت الجدار المعدة إنها تتبني من أول وجديد. إنما الناس اللي عندها جرثومة المعدة ولسه ما تعالجتش منها او حاولت تعالجها وما امكنش علاجها، دول بيجيبوا حاجه اسمها السماق، 100 جرام سماق، ويضيفوا عليها معلقه صغيره من الملح ويقلبوهم كويس، وياخدوا نص معلقه قبل كل اكله. ان شاء الله في اقل من 5 ايام هيحسوا بفرق جامد جدا وراحه جامده جدا. احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه على عشبه، على طحلب اسمه طحلب الازوله، وده نوع من انواع الاعلاف اللي الفراخ بتحبها جدا جدا جدا، ونسبه البروتين فيها حوالي 20%. العشبه ديت لان احنا طبعا احنا في مصر دلوقتي بنشتكي ان العلف غالي جدا. العشبه دي نوع من انواع الطحالب بتتحط في الميه فقط، يتضاعف حجمها مره واحده كل 4 ايام. يعني لو معاك كيلو بعد 4 ايام يبقى 2 كيلو، بعد 4 ايام تاني يبقى 4 كيلو، وهكذا. يعني انت مش محتاج اكتر من كيلو واحد او 2 كيلو كي تبدا مشروعك. مجرد المطلوب ان انت بتعمل حفره كده، او بتعمل ترص قوالب طوب بشكل مربع وبتفرش مشمع، بتعمل حوض ميه على ارتفاع 10 سنتي، وبتروح حاطط رامي الطحلب دوت، يتضاعف حجمه مره كل 4 ايام. فانت ممكن تجيب كيلو او 2 كيلو وتحطهم في هذا الحوض، هو بيتكاثر مع نفسه، بتاخد منه وتاكل بقى ايه الفراخ بتاعتك والبط بتاعك. موضوع الطحلب دوت هيساعدكم جدا يا جماعه في تربيه الطيور اللي عندكم، وبيخلي الفراخ بتبيض بيضه حلوه،
ولو سمحتوا لو في فيديو بس نفكر الفيديو بتاع الفراخ وهي بتاكل الطحلب ده. الطحلب دوت الطيور تقبل عليه جدا، احنا شايفين اهو الدجاج وهو بياكله، ما شاء الله بيدي حجم للفرخة كويس، وللبط برضو بيعشقه والوز، وبيعمل حجم بيضة ممتاز. يعني الطحلب ده متوفر عندنا يا جماعة، والناس اللي حجزت ان شاء الله هو متوفر، وهيروح لكم يا النهارده يا بكره بالكتير قوي ان شاء الله. واي حد عاوز اي كميه، احنا عملنا المره اللي فاتت اعلنا عنه، بس للاسف ما كانش عندنا غير طن واحد، ما كنتش متوقع حجم الاقبال ده. هو كيلو حوالي 25 جنيه هيكفيك طول العمر. هو بيتكاثر مع نفسه، طول ما انت حاطه في الميه بيتكاثر مع نفسه، بتاخد وترمي للايه؟ بتاخد وترمي للطيور اللي عندك. الناس اللي حجزت ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير قوي هتوصل له. واي حد عاوز من الطحلب ده اتصل بيا ويديني رقمه وانا او عنوانه وانا ابعت له الحاجه لغايه باب بيته. في ناس تانية كانت بتستفسر عن ماهيه مشروب غزال. مشروب غزال ده يا جماعه مش اختراعي، ده مشروب مصر القومي من ايام الفراعنه، والحمد لله الحمد لله. الله يرحمه الدكتور محمد لطفي، كان عالم في علم المصريات، هو اللي فسر لي البرديه اللي كانت بتوصف المشروب ده وكيفيه تصنيعه، واخدنا في تحقيقه 10 سنين عشان نتاكد ان الكرفس مصر اللي هم بيقصدوهم عليه هو الكرفس بتاعنا بتاع النهارده، ولا دلوقتي بقى اسمه بتنجان. يعني قعدنا 10 سنين نتحقق من الموازين والمكاييل ونوعية المواد ان هي، والحمد لله احنا بننتجه بقالنا 25 سنة بنجاح شديد خارج مصر وداخل مصر. انا اتمنى ان انتم ما تفتكروش ان ده اعلان يعني، بس هو فعلا المشروب رائع، اكثر من رائع، هاضم قوي جدا، بينظف الامعاء من جوه، بيخلص الجسم الكرياتينين والبولينة، ولذلك انا بديه المرضى الفشل الكلوي بارتياح شديد جدا، لان هو في خلال فترة قليلة جدا بينظم الكرياتينين والبولينة. محفز لعمل الكلية، منظف لمجرى البول لو في حصوات او املاح او تعب يمشيها. طبعا كل ده في الاخر بيعمل نظافة للدم، فبينعكس على الوش، لان الوش ده اكتر حاجة، اول حاجة بتتأثر بمرض الانسان هو الوش. لو واحد سليم وجاله انفلونزا ولا اي حاجة، اول حاجة بتأثر بيها وشه. هنشوف عينة من الناس اللي استعملوا غزال. استاذ وجيه، طب اتفضل استاذ وجيه. الاستاذ وجيه موسى من اوائل الناس اللي استعملوا غزال، كان بياخده بكميات كبيرة جدا لأهله والجيران والحبايبه. بسم الله ما شاء الله، يعني هو كان بيعاني من القولون والكلام ده. فين الصوت يا جماعة؟ الصوت لو سمحت. شهادة حق هيسألك ربنا عليها بخصوص مشروب غزال. والله احنا جربناه ومشروب جيد جدا يعني، بصراحة انا جربته واولادي جربوه واديته لوالدتي واخواتي، بشكره فيه كلهم بصراحة. مريح لريح المعدة كويس، انت لو واكل وشبعان يعني نص ساعة تلاقي نفسك عايز تاكل تاني بصراحة. بس كده معناه ان هو بيتخن؟ لا لا لا، مفيش اي زيادة. يعني الواحد ياكل اللي هو عايزه وعمال يخس او يتخن؟ هو بيهضم في ثواني يا دكتور. بس بيتخن؟ لا لا، مفيش تخن ولا حاجة، بيخس. ما شاء الله. شكرا، بس لا. دي شهاده ربنا يسالك عليها. انا هكذب لمصلحه مين يعني؟ شكرا يا اخي. الاستاذ وجيه بياخد يعني، كان من اكتر الناس اللي خدوا مننا مشروب غزال لاولاده ولمراته ولاهله ولحبايبه، ومن اكتر الناس المعجبين بيه جدا. وهو ذات نفسه كان لما
بس هو ما بيستخدموش على طول طبعا، هو لما بيحس كده بياكل اكله دسمه ولا حاجه وتقيله بيروح واخد نص معلقه كده كل اسبوعين ثلاثه. انما بقيت اهله وناسه وحبايبه ولاده، على فكره احمد مدمنين مشروب غزال بيعشقوه. طبعا احنا فاكرين هدى، انا وعدتكم ان انا هصورها بعد اسبوعين خاليه من اي حبوب حب شباب وخاليه من اي مشاكل في البشره. هي كانت تعاني قبل كده من اجهاد في بشره وشها وحبوب شباب كانت طالعه في وشها. نشوف الانسه هدى. هدى دي بنتي على فكره. نشوف هدى. حب الشباب راح كل المشاكل اللي انت كنت بتعاني منها. بالظبط، يعني كل حاجه راحت خالص، وكمان فتح بشرتي قوي. ده ما فتحهاش، ده حمرها كمان. كمان. طب بس انا حاسس ان انت حاطه روج. لا خالص. يلا امسح امسح الروج. مفيش مفيش. تمام. ولا حتى اي مكياج؟ لا خالص، هو كحل بس. كحل اهو. ماشي، ألف مبروك يا هدى. كحل بس، مفيش مشكلة، كحل بس. إن شاء الله مشروب غزال ده حقيقي وفعلا بيظبط جمال الوش وبيظبط جمال الجسم، يعيد توزيع الدهون على الجسم كله، أي كلاكيع في أي حتة بيظبط، مناخير كبيرة، خدود مجعلصة، مش عارف إيه، أي مشاكل من أي نوع خاص بالجسم. والنبي عليه الصلاة والسلام على المعدة، المعدة بيت الداء. أستاذة سمر معانا، اتفضلي. لو سمحتي وطي التلفزيون وكلميني أنا على طول في التليفون. أيوة أستاذة سمر. أخويا عنده دمور وكهرباء في الصوت. أخوك عنده إيه؟ وما بيمشيش وما بيتكلمش. عنده دمور يعني في خلايا المخ؟ عنده دمور في خلايا المخ؟ عنده كام سنة؟ 12 سنة. بالنسبة لدمور خلايا المخ، شكرا يا فندم، شكرا. بالنسبة لدمور خلايا المخ احنا بنشتغل فيها بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن احنا بندي مشروب غزال لمدة شهر واحد، فخلال هذا الشهر بنعمل كمية كبيرة جدا من الدم اللي فيه سيولة، والدم اللي فيه سيولة دوت بعد كده بنعمل دودة العلق في أماكن معينة، بنسحب منها أي مواد سد الشرايين بتاعت المخ، فتبتدي الدورة الدموية للمخ تنشط، ويبتدي الدم يوصل للخلايا اللي فيها دمور دي، وتبتدي الخلايا اللي فيها دمور دي تتكاثر وتنشط وبإذن الله. بس الموضوع بياخد وقت والتحسن بيبقى بطيء، عشان نبقى واضحين مع بعض. يعني أنا معايا حالة قعدت أخدت معاها 25 سنة، 25 سنة شغال معاها. هو النهاردة الله أكبر عليه مهندس، ومهندس زراعي، ومتجوز ومخلف، وبيسوق عربيته، والله اكبر عليه، 10 على 10. واحتمال نبقى نستضيفه في حلقه من الحلقات يعني. فالموضوع بياخد وقت، انما الحمد لله وصلنا، وان شاء الله هنبقى نصور حالات قبل وبعد باذن الله. انا اوريدي معايا، بس ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله نصور حالات قبل وبعد، بعد استئذان اصحابها يعني. نرجع تاني لمشروب غزال. في ناس كتير بتنتقد ويقول معقول مشروب واحد هيعمل كل ده؟ ايوه ده شغل فراعنه، والله اكبر. يعني انا بحمد ربنا ليل ونهار ان ربنا وفقني اني قدرت اعمل هذا المنتج واقدمه للعالم العربي، وهو حاليا موجود في المغرب. الحمد لله اخواننا في المغرب، ممكن ابقى اعلن لكم على الارقام، تليفونات
بتاع الناس اللي بيبقوا في المغرب. بأكد إن الإزازة مكتوب عليها اخدش هنا، كلمة اخدش هنا بتروح خدشة، بيروح خادش البتاع بيظهر رقم، بتتصلي بالرقم بتاع الشركة تتأكدي من جودة المنتج إن هذا المنتج أصلي. الناس اللي حاجزين معانا في موضوع شجر البابلونيا بإذن الله يوم الحد الجاي هنبتدي نغرس الشجر، وإن شاء الله هنصور الحفلة اللي هنعملها وهنذيعها على الأربع الجاي إن شاء الله. أول دفعة يوم الحد الجاي إن شاء الله. ببشر كل الناس اللي حجزوا إن إحنا هنسلم الدفعة الأولى يوم الأحد القادم إن شاء الله. وعلى فكرة أنا اتفاجئت إن في ناس كتير من أسوان، يعني من أكتر الناس اللي حجزت معانا من أسوان، فمش عارف إشمعنى أسوان بالذات، سبحان الله يعني. برضو ببشر كل عملائنا ان احنا عندنا كريم للشعر عالي الجودة بضمانة شخصية مننا. الكريم ده متوفر حاليا في مصر، وان شاء الله اي حد هيطلب غزال هنبعت معاه برطمان صغير من الكريم هدية. في ناس خافت اصلا تتصل، فاكره ان كل الحاجات اللي بيعملها مشروب غزال ده ان هو مبلغ كبير يعني تمنه. لا يا جماعه، هو تمنه لا يتعدى ال 150 جنيه زائد مصاريف الشحن، فده رقم يعني اعتقد ان هو مناسب لمعظم المصريين. تليفونات يا جماعه معاكم، اللي عايز يخش معايا على النت على صفحتي على الفيس في صفحه في رقم من رقم 012. طبعا الضغط بتاع وقت الحلقه قليل، ما بقدرش اقول كل الكلام اللي عندي، انما على الفيس هنبقى براحتنا، هقدر اعرض فيديوهات زي ما انتم عاوزين، فيديوهات بتاع مشروب غزال ده قبل وبعد كتير جدا موجوده على صفحتي. ستات فوق ال 75 سنة بنتعامل معاها، الله أكبر، بيقلب الموازين تماما يعني، ما شاء الله اللي بيشوفهم بعد كده ما بيديهمش سن أكتر من 40-45 سنة. أنا صادق تماما في كل حرف بقوله فيما يخص مشروب غزال وفيما يخص المنتجات الخاصة بتاعتي يعني. أنا بحاول بقدر الإمكان اني اقول معلومة مفيدة، واي حد عاوز اي استفسار عن اي مرض ان شاء الله الارقام بتاعتي ما بسعر الدقيقة العادية جدا، وانا تحت امرك 24 ساعة ولن ابخل على احد باي معلومة. معانا فيديو واحد بخصوص العقم والكلام دوت. استاذ احمد، عليك السلام، تنور الكاد. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اللي حصل امبارح؟ والله انا كنت قاعد في البيت بتفرج على الحلقه بتاعت حضرتك يوم الجمعه الساعه 2، فبنت بتقول لي مين ده يا بابا؟ قلت لها ده الاستاذ محي اللي ادى لماما علاج، اللي ربنا جعله سبب في ان انت تيجي انت واخوك محمد. ما شاء الله، والله العظيم حصل الحمد لله. يعني خدت العلاج مفيش ايام، ربنا كرمها بعدها بحمل يعني، والحمد لله رب العالمين. ربنا بسبب الاسباب، ربنا يجعلك سبب في الخير وتسمح يا رب كده، واجعله ميزان حسناتك. الحمد لله، شكرا شكرا استاذ احمد. عفوا يا شيخ. الف مبروك للاستاذ احمد. استاذ احمد معاه ولد وبنت دلوقتي، كان قاعد متجوز بقاله فتره وما كانش في حمل. الحمد لله مواضيع مشاكل الحمل ديت لغايه ضمور خصيه لغايه حيوانات منويه زيرو، الحمد لله عندنا العلاج بتاعها. بالنسبه لاي حد شغال في شغلانه العلاج بالاعشاب وعايز ياخد كورسات في علاجات معينه او في الموضوع ككل،
انا ما عنديش اي مانع ان انا اعمل معاه دوره تدريبيه وادربه ازاي يعالج الفشل الكلوي، ازاي يعالج الحصوات الكليه وحصوات المراره، ازاي يعني كل العلاجات ديت انا ما ببخلش على حد بيها. اي حد عاوز يتعلم المهنه انا مستعد اعمل له دورات سريعه جدا، يعني لن تزيد عن سنتين ان شاء الله. اتشرفت بحضراتكم وشكرا لكم، ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله، وفي عاده يوم الجمعه الساعه 2. شكرا، مع السلامه.